طيب اوكي، اليوم ان شاء الله بدنا نبدا في الديب ليرنينج، بس قبل ما نبدا في الديب ليرنينج بدنا نفهم الاساس اللي هو النيورال نتوركس. طبعا احنا حكينا في البدايه من الاول انه الانسان عاده لما بده يعمل انه الماشين انه انتليجنت بيحاول انه هو يحاكي يعني شغلات موجودة في يعني انه في الطبيعة بحيث انه هو يخلي الماشين انتليجنت، تمام؟ يعني هو شاف طريقة انه كيف الانسان انه هو بتعلم من خلال تجارب او من خلال اكزامبلز، فبالتالي انه بده يخلي الداتا هذه كاكزامبل للماشين بحيث انه هي تقدر تتعلم عليها عشان انه يعلم الماشين. فالان انه انا بدي اجي اطلع انه ايش الذكاء وين موجود في عقل الانسان، وعقل الانسان من ايش مكون؟ من خلايا عصبيه، بايولوجيكال نيورال نتورك، خلايا عصبيه. الخلايا العصبيه هذه لو اجينا شفناها من ايش بتتكون؟ مما تتكون الخلية العصبية؟ الخلية العصبية بتتكون انت عندك من السيل بادي او جسم الخلية، تمام؟ والنواة تبعتها، وفي انا عندي هنا الطرفيات، وفي عندي المحور، وفي عندي نهايات طرفية للمحور أنا عندي، تمام؟ والخلايا العصبية إنه هذه كلها متصلة مع بعض، معنى ذلك إنه هذه الطرفيات حتلاقيها أصلاً متصلة بطرفيات تانية للسيل بودي، لخلية تانية، وبتم يعني تنشيط هذه الخلية من خلال إشارات كهروكيميائية. عليكم السلام. فالآن بصير في أنت عندك تنشيط للخلايا بهذا الشكل من خلال الإشارات الكهروكيميائية عندك في المخ. فالآن أنت على سبيل المثال إنه أنت يعني أنت في عندك خلايا متخصصة بالبصر، خلايا متخصصة بالسمع، خلايا متخصصة بالذاكرة، والاستجابة هذه الخلايا بيكون على حسب البرسبشن اللي انت بتشوفه، فبتكون استجابتها من خلال اشارات كهروكيميائيه. قالوا طيب ماشي، ما دام انه الموضوع في جسم الانسان او في عقل الانسان زي هيك، بدنا نعمل ارتفيشال نيورال نتورك. انه ايش بده يكون فيها؟ انه بدل الدندرايتس هذه بدنا نحط انا عندي المدخلات انا عندي بهذا الشكل، تمام؟ والاكسون بده يكون هو عباره عن المخرج، وممكن نوزع المخرجات هذه من خلال طرفيات زي الاكسون تيرمينالز بهذا الشكل. بضل انا عندي السيل بودي، بدل الاشاره الكهروكيميائيه بدنا نستعيض عنها بمعادله رياضيه، تمام؟ عباره عن داله، هي عباره عن تاخذ انا عندي المدخلات هذه بتعملها حاصل جمع بناء على الاهميه تبعتها، تمام؟ و الناتج بروح بعمل له اكتيفيشن بطريقة معينة وبطلع انا عندي الناتج وبوصلهم مع بعض. زي ايش؟ في اكثر من اكتيفيشن فانكشن، حنشوف الان الانواع تبعتها. فالان المخرج تبعه هذا هو بيقول انه على سبيل المثال انه اذا كانت اكبر من كذا طلع لي صفر، اذا كانت اقل من كذا طلع لي واحد. هذه واحدة من الاكتيفيشن فانكشن، لكن في اكثر من نوع. وهنا فينا عندي يعني اكثر من طريقه للتعامل مع الداله هاي. فهي البيولوجيكال نيورال نتورك. فالارتفيشال نيورال نتورك زي ما شفنا انه في النهايه انه انا في عندي مدخلات، المدخلات هذه عباره عن قيم زي هيك، وكل مدخل في له اهميه ويت، تمام؟ فبالتالي هنا انه احنا بنروح نجيب حاصل ضرب الانبوت مع الويت تبعه وبعمل له سميشن.
يعني هذا بتصير انه السم انه كسميشن، انه انا عندي 10 ضرب 5 زائد 7 ضرب 1 زائد 3 ضرب 1 من 10، فبطلع انا عندي الناتج 12.3. فانا هنا في الاكتيفيشن بقول له خلي بالك اذا كان الاوتبوت اكبر من 10 طلع لي 1، يعني يس. اذا قل نو. فبالتالي ممكن تتخيل هذا الموضوع زي ما انت الانسان كالانسان انه هو بيجي بيرسبشن من خلال النظر، زي هيك انه بيجي بتطلع على التفاحه بتعرف عليها بقول اه تفاحه. فهنا المدخلات ممكن تكون عباره عن ايش؟ عباره عن الفيتشرز تبعت التفاحه، الملمس تبعها، الوزن تبعها، اللون تبعها، الشكل دائري ولا 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 بيضاوي ولا زي الكمثري، تمام؟ فهدول كلهم عبارة عن فيتشرز، وكل واحد بروح بديله أهمية، بعمل له summation بهذا الشكل، تمام؟ وبقول له إنه والله إذا كانت أكبر من 10 معناها برتقالة، وإذا كانت أقل من 10 معناها تفاحة بهذا الشكل، تمام؟ هاي الخلايا العصبية إنه عملوا هايلايت لوحدها لأنه جسم الإنسان أو عقل الإنسان فيه ملايين الخلايا. طبعاً خلية واحدة يعني شفنا تركيبها وشفنا كيف السيميليشن تبعها وعملنا لها سيميليشن بشكل رياضي. بضل الآن إنه إحنا نركبهم مع بعض زي ما موجود في دماغ الإنسان، فبده يكون في عندي هنا مجموعة من الخلايا زي هيك. هذه بتكون أنا عندي على الإنبوت، تمام؟ وهذه يعني برتبهم على شكل طبقات، تمام؟ وهذه أنا بتكون أنا عندي الأوتبوت النهاية، تمام؟ يبقى هذه خلية واحدة، تمام؟ يبقى كل خلية من هدول إنه نفس الإشي، في لها مدخلات وفي لها مخرجات. لاحظ إنه الخلية هذه المخرجات تبعتها وين رايح؟ رايح على كل النيورونز في الطبقة اللي وراها، فعشان هيك إحنا بنسميها هذه fully connected FC أو dense network، تمام؟ هذه المصطلحات حتمر علينا بشكل كتير. يبقى أنا عندي هنا artificial neural network، إنه أنا عندي feed forward neural network. إيش معنى feed forward؟ إنه كل نيورون في طبقة معينة موصل بكل النيورون في الطبقة اللي وراها، feed forward، تمام؟ أو FC fully connected أو dense. كل ما تلاقي واحدة من المصطلحات هدول بتعرف إنه كيف شكل الشبكة بهذا الشكل، لأنه أنا عندي تركيب الشبكات برضو بيختلف، تمام؟ طيب السؤال الآن، هل فعلا الشبكة هذه ممكن تتعلم؟ كيف بدنا نخليها تتعلم؟ طلع لي هنا، ندخل على ايش؟ كيف نخليها تتعلم؟ طب طلع غلط، بتحاول تعدل او تزيد القيم او تقلل القيم. طب كيف كل طبقه بدها تعرف انه الطبقه اللي وراها انه انه في خطا او ما فيش خطا؟ بتحط عندها زي بالضبط زي الجيم ستار، بس كيف السبيل الى معرفه هذا الستاندرد؟ انت لا تعرف. طيب خلينا نطبق هذا الكلام على one neuron، تمام؟ وبعديها ممكن نسقط هذا الكلام على النيورال نتوركس كلها. feed forward neural network fully connected dense network. طيب الآن
بدنا نطبق هذا الكلام على نيورون واحد. طريقة التعلم انه احنا زي ما تعودنا انه الاكزامبلز ايش بكون فيها موجود؟ اللي هو المدخلات والتارجت. ومن التارجت بقدر اعرف اذا كان انه بقيس انه الواي ترو ماينس الواي بريدكتد، صح؟ بقدر احسب الايرور. ما دام قدرت اعرف الايرور بقول له خلي بالك، لا في غلط. فبالتالي هنا دخلنا المدخلات 10 7 3 اللي هو الوزن والملمس واللون، تمام؟ بهذا الشكل. وعلى اساس انه هدول القيم الويتس تبعتهم راح طلع لي انه 1، تمام؟ مع انه المفروض انه هو يطلع 0 نو. فبقول له خلي بالك الاوتبوت هنا المفروض يطلع 0. فبروح ببعث له بقول لو سمحتم هدول انا بقدر اعدل فيهم؟ طبعا لا، بعدل في الويتس. بقول عايروا الويت تبعكم بحيث انه المخرج تبعي يطلع هنا 0. كمل على الاكزامبل اللي وراه. طلع مزبوط ماشي، لا كمل. طلع في ايرور، لا عدل الويت، عاير الويت عشان انه يطلع الاوتبوت زي ما بدي انا، 0 1 انه بدل ما يطلع 0 مثلا، زي هيك. فهذا الكلام انت عملناه على نيورون واحد، فبالتالي ممكن نخلي انه النيورون انه هو يتعلم. طب الارتفيشال نيورال نتوركس، النتورك كلها ممكن تتعلم؟ فبحتاج في هذه الحاله لشغله اسمها الباك بروبوجيشن. ايش معنات الباك بروبوجيشن؟ انه انا بروح بقدرش اعرف الايرور غير لما احسب الاوتبوت النهائي. معنى ذلك انه بدخل المدخلات هنا، تمام؟ بروح بعمل اكتيفيشن لكل الطبقه هذه. ما دام انا عملت اكتيفيشن صرت بعرف الاوتبوت، الاوتبوت هو حيكون انبوت للطبقه التي تليها. في انبوت للطبقه التي تليها، معنى ذلك انه بقدر اعمل اكتيفيشن واطلع اوتبوت لغايه لما اصل في النهايه للاوتبوت النهائي، بقارنه مع الواي ترو. في ايرور بقول له لا خلي بالك في ايرور، بس الايرور هذا بقول له كل طبقه بتروح تبعت للطبقه اللي وراها وببدا من الخلف. يعني هنا الاوتبوت هذا بقول له لا خلي بالك في ايرور، عدل لي الويتس تبعت الطبقه هذه عشان تطلع الايرور. بقول له ماشي، هنا انا عدلت الويت، بس عشان برضه الطبقه اللي قبلي انه يعني تدخل لي المدخلات او يعني تدخل لي المدخلات تعدل الاوتبوت تبعها، انه برضه بدي اقولها انه في ايرور، فبدي اروح ابعث لها الايرور للطبقه اللي قبلها، والطبقه اللي قبلها بتعدل للطبقه اللي قبلها، فبالتالي بصير الابديت للايرور باك بروبوجيت. فعشان هيك الالجوريثم هذا اسمه باك بروبوجيشن الجوريثم. باك بروبوجيشن بروبوجيشن الجوريثم. يبقى انت بتعمل فورورد للانبوت تحسب الايرور، بتعمل باك بروبوجيت. باك بروبوجيت يعني ايه؟ بروبوجيت يعني نشر، تروح تنشر الايرور في الاتجاه العكسي باك، تمام؟ فبالتالي بيصير ابديت للايرور للويتس لكل طبقه بالاتجاه العكسي بالتوالي. يعني هو هيحسب من الاخر من اخر لاير. لا التصحيح بيصير انت عندك بالعكس، يعني حساب الاوتبوت بيصير انه من كل طبقه للطبقه، من الطبقه الاولى للطبقه الثانيه للطبقه الثالثه للطبقه الاخيره، ساعتها بقدر احسب الاوتبوت. الان طلع الاوتبوت حسبنا الايرور، تعديل الايرور بيصير من الطبقه الاخيره للطبقه اللي قبل الاخيره وهكذا لغايه لما تصل للطبقه الاولى. كيف بدي اعدل هنا هو في غلط؟ يعني كيف بدي اعدل الطبقه اللي قبل الاخيره والطبقه اللي قبل الاخيره فيها؟ ما هو هذه الطبقه عدلت الايرور وبعتت للطبقه اللي قبلها انه عدلي انت كمان، هيني انا عدلت عدلي انت كمان. طب
خلي بالك انه انا في ايرور عشان احنا نطلع الاوتبوت صح، هنا انا عدلت من عندي وانت برضه عدل من عندي. فالطبقه هذه بتقول ماشي، قول لي قديش مقدار الايرور. مقدار الايرور مثلا هالقد، انه الهاوس برايس كان سعره 150,000 واحنا طلعناه 155,000، فبالتالي انت حسبت مقدار الايرور عندك، وانا بدي احسب مقدار المعايير عشان نطلع الاوتبوت صح، فبروح بعدل من عنده. بعد ما يعدل من عنده بروح للطبقه اللي قبله وهكذا. يبقى هنا في الاكتيفيشن انت عندك المخرجات هي عباره عن حاصل جمع الدبليو في الاكس، الاكس اللي هي المدخلات والدبليو هي الويت، بتروح تحسب الواي. الان بنحسب الايرور، فبالتالي الايرور عشان انه احنا نتخلص منه، فانا عندي دلتا دبليو. دلتا دبليو معناها ابديت على الويت، دلتا تبع الويت، تمام. فبروح بنشر هذا الكلام على الويتس، بعملها ابديت، خلصنا الطبقه هذه بروح على الطبقه اللي قبليها بهذا الشكل، تمام. وضحت الامور. هو من اشهر الالجوريثمز المستخدمه في النيورال نتورك، الباك بروبيجيشن الجوريثم، هي الاسلوب تبعه بشكل مبسط. طيب الان الالجوريثم هذا بيشتغل بنظام الجريدينت ديسنت، والجريدينت ديسنت احنا حكينا عنه سابقا، انه هو فعليا عشان يحدد قديش مقدار الابديت محتاج انه هو يعني زي ما يكون في عنده منحنى وبده يتجه باتجاه القاع اللي هي فيها اقل ايرور. معنى ذلك انه انا بدي اجيب النتورك اللي فيها اقل ايرور، زي ما في الماشين ليرنينج كنا نقول بدنا نجيب التري اللي بتجيب لي اقل ايرور، هنا نفس الفكره، بدي اجيب النتورك اللي بتجيب لي اقل ايرور. طب اعمل ابديت بهذا الاتجاه ولا هذا الاتجاه ولا هذا الاتجاه، فهي عباره عن سيرش بروبلم. فبالتالي هنا بيستخدم الجريدينت ديسنت الجوريثم، انه بدي اوجد الاتجاه اللي فيه انحدار. ايش معنات فيه انحدار؟ انه ايرور اقل، تمام بالضبط. طيب نيجي الان للاكتيفيشن فانكشن. ايش في هنا عندي اكتيفيشن فانكشن؟ في عندي ستيب فانكشن. شو معنات هذا الكلام؟ انه بتطلع لي يا صفر يا واحد، باينري، لها استخدامات محددة. فبالتالي بقول انه صفر اذا كانت اكبر من الاكس، تمام؟ واذا كانت كيف؟ صفر اذا كانت اكس اصغر من الصفر بالضبط، ما بتطلع لي صفر، واذا كانت اكبر من او تساوي الصفر بتطلع لي واحد. مع ذلك طلعت 17 بعتبره واحد، الاكتيفيشن واحد، طلعت لي 120 واحد، طلعت لي ماينس 3 صفر، تمام. هنا في عندي اكتيفيشن فانكشن ثانيه اسمها سيجمويد، الاوتبوت تبعها مش باينري، الاوتبوت تبعها كونتينيوس بين الواحد، بين الصفر والواحد. وعلى اي اساس؟ على اساس المعادله هذه اللي هي الواحد على الواحد زائد اكسبوننشال ماينس بي اكس، والبي هذا كونستانت، تمام. وفي هنا عندي هنا البيس وايز لينير، معنى ذلك انه لغايه مرحله معينه بتكون صفر، ولغايه فتره ثانيه اللي هو الاكس من والاكس ماكس، انه بتطلع لي لينير. ايش معنات لينير؟ نفس قيمه الاوتبوت بطلعه زي ما هو، تمام. طلعت لي 0.5 بطلع 0.5. اذا كانت اكبر من الاكس ماكس ساعتها بتروح انه تثبت عند الواحد بهذا الشكل. وفي انا عندي الجاوشيان اكتيفيشن فانكشن، بتكون المعادله تبعتها زي هيك، والمخرج تبعها او المخرج تبعها بين الصفر والواحد، وبيتبع الجاوشيان ديستريبيوشن او النورمال ديستريبيوشن بهذا الشكل على حسب كيف؟ نعم. وفي لينير ايش ما بتطلع لك الواي، الاكس بطلع في الواي، تمام؟ اوكي.
استوعبنا النيورال نتوركس. اوكي هنا بيحكي كيف الجريدينت ديسنت الاسلوب تبعه انه زي ما حكينا انه انا بدي اتحرك باتجاه الانحدار تبعي تمام وبيعتمد على البارامتر تبع الليرنينج ريت مر علينا قبل هيك وحكينا انه الليرنينج ريت ايش بيحدد الستيب تبعتي بالضبط حكينا انه اذا كانت الستيب صغيره مع ذلك انه انت تتعلم ببطء او الابديت تبعك او التحرك باتجاه الايرور بيكون انه بطيء ولكن بالضبط بيصيرش في عندك فلكشويشن او تذبذب لكن اذا انت اخترته كبير معنى ذلك انه انت بتتعلم بسرعه بصير في عندك ابديت للايرور او ابديت للويتس بشكل اكبر فبالتالي انت بتقل يعني بتزود سرعه التعلم تمام نفس المبدا هذا اوكي طيب الان بدنا ناخذ مصطلحات مصطلح الديب ليرنينج احنا حكينا عنه سابقا ايش هو الديب ليرنينج حكينا عنه هنا ديب ليرنينج سمبليفايد انه في شغلتين ايش هما انه كل ما زادت البيانات ممكن بتحسن البرفورمانس اكثر لكن الكلاسيكال تصل عند مرحله ثانيه خلاص بتلاقي انت زودت البيانات طب ما تحسنش الايرور خلاص بتشبع لكن الديب ليرنينج لا كل ما زودت البيانات انه بالضبط هاد كلاسيكال اه طبعا مش احسن انه يعني انت زي كانه ايش بتسوي زي كانه جايب سيف ومعتبره انت عندك زي السكينة وبدك تاكل بالشوكة والسكينة يعني تستخدم ديب ليرنينج على سمول بروبلم يعني او زي كأنه انت لوحدك بدك تاكل تمام بدل ما يعني بدل ما تاكل الرز بمعلقة بتصير بدك جايب مغرفة بدك تاكل يعني وجايب كريك بدك تاكل رز يعني فليش تمام في شغلات انه استخدم على قدها يعني هذا الكلام احنا حكيناه في وين اقول لك هاي حكينا simple data clear structure خلاص استخدم classical ما تروحش على الديب يعني مباشرة لأنه الديب أصلا يعني التايتانيك تيجي تستخدم عليها يعني deep learning وهم كلهم على بعضهم حجمهم 600 examples size تبع الداتا سيت بعد التكسين مش هتجيب لك إشي deep learning محتاجة large data عشان فعلا تجيب لك إشي كتير كويس هاي الفكرة في الموضوع كيف؟ الديب صحيح بالضبط لما تكون صغيرة البيانات انه ما بتجيب لكش يعني اداء كتير كويس في برضو انت عندك الانسمبل لو انت بدك تحسن الاداء انه انت ممكن تستخدم الانسمبل تمام؟ والله انت عندك complicated data unclear features
مش عارف ايش هم الفيتشرز ولا كيف بدي احدد الفيتشرز، روح على الديب ليرنينج، لانه الديب ليرنينج حكينا انه موضوع الفيتشر انجينيرينج هو بتولى الفيتشر اكستراكشن. يعني الكلاسيكال ماشين ليرنينج ايش بدك تسوي؟ انت بدك تعمل فيتشر اكستراكشن لوحدك. بالضبط، تمام. وهنا بدك انه بعد ما انت تجهز له الفيتشرز يعني تديه للكلاسيفاير عشان يتعلم في الديب ليرنينج لوحده. وهذا الكلام بيكون اكثر لما انت تتعامل مع الرو داتا، سواء كانت ايمجز او تكست او فويس ويف ساوندز. فبالتالي في الويف انت بتدي له يعني البيانات او الايمجز بتدي له البيانات، هو لحاله بروح بتطلع الفيتشرز من الصور. تمام. طيب بدنا نشوف مصطلحات مهمة جدا جدا. أول مصطلح الإبك، تمام، هو عبارة عن iteration over the entire data set. ايش معنى هذا الكلام؟ لما اقول انه انا دربت النيورال نتورك وديته 10 ايبكس، معنى ذلك انه لف على البيانات 10 مرات. متخيل ليش هو محتاج انه يلف على البيانات اكثر من مره؟ لانه المره الاولى خلص كل الاكزامبلز بس لسه مش متعلم، محتاج انه يدرس المنهج كمان مره، زي كانه بيدرس المنهج 10 مرات عشان يستوعب. تمام. فالإبكس هي عبارة عن iteration over the entire dataset. تمام؟ طيب أكيد احنا شفنا موضوع الابديت للإيرور. فينا عندي هنا الباتش والإيتريشن. الباتش انه بنقدرش ان احنا نعمل باس للانتاير داتا سيت على النتورك ات وانس، فبروح بقسمهم لاجزاء. يعني الداتا سيت انا عندي 10000 ريكورد، بروح بقسمهم لباتشز، لانه النيورال نتورك بقدرش انه انا اعمل فيد للاكزامبلز هدول كلهم ورا بعض بشكل مستمر، لا بعطيهم اياها على دفعات. يبقى الباتشز هنا الدفعات، تمام. يبقى هنا وي ديفايد داتا سيت انتو سيفرال باتشز. الايتريشن يعني على سبيل المثال لو انا عندي 10000 ايمج في الداتا والباتش سايز انا عندي 200 والايبوك لازم انه تعمل رن ل 50 ايتريشن، معنى ذلك انه انا عندي ال 10000 بروح بقسمها على ال 50 بهذا الشكل. فهذا الكلام هيو موضح هنا، انا عندي هذه ايبوك بتمر على كل البيانات، تمام. في كل ايبوك انا بروح بقسمها لايتريشن، تمام. كل ايتريشن بتكون مكونه من مجموعه من الباتشز بهذا الشكل. وضحت الامور؟ الايبوكس تقسم لمجموعه من الايتريشنز وكل ايتريشن تقسم لمجموعه من الباتشز، تمام. يعني هنا في الايتريشن الاولى اخذ A1 A2 B1 B2، تمام. والسكند ايتريشن ايش اخذ؟ كمل D1 D2 E1 E2 F1 F2، والإتريشن اللي بعدها بروح بكمل على بقية الدفعات، اللي هو ياخد كذا دفعة. يعني احنا الباتش هنا رحنا قسمناهم، انا عندي A1 A2 B1 B2 C1 C2 لغاية اخر اشي I1 I2. في الإتريشن هنا رحت اخدت 1 2 3 4 5 6 6 باتشز، 6 دفعات، تمام.
لاحظ لي هنا انه انا عندي هنا في الترين راح طبق ستوكاستيك جريديانت ديسنت، هو واحد من الالجوريثمز اللي بستخدمها في الجريديانت ديسنت، تمام. وهنا رحت بعد ما خلصت الباتش، انا في عندي هنا ميني باتش هي A1 وA2، بعديها رحت عملت ابديت للباراميتر اللي هي الويتس تبعتي. متخيلين الموضوع؟ متخيلين؟ كيف؟ ايش؟ هاي الداتا ست تبعتي، تمام؟ احنا زي ما تعودنا بنقسمها، هاي الاكس في بكون عندي عمود للواي، تمام؟ الاكس كابيتال والواي سمول، تمام؟ وهنا كل واحد بتمثل اكزامبل. هاجيت اذا انا في التريننج رحت لفيت على كل اكزامبلز هدول وخلصتهم، وبعديها رحت رجعت كمان مرة، تمام؟ هذه بسميها ايبوك. يبقى الايبوك انه انت بتروح بتلف على كل الاكزامبلز، تمام، تبعت الداتا ست انه انت بتخلصهم. فبالتالي انا بقول انه هذا الباراميتر انتوا هتعملوا له ست في التريننج، فانت لما تقول له 10 ايبوكس معنى ذلك انه انت رحت يعني لفيت على الداتا ست 10 مرات، تمام. ممكن انه انت تزودهم، ممكن انت ممكن نوصل لغايه 1000 او 2000 او 3000 ايبوكس لغايه لما انت تصل لايرور معينه. لفه على البيانات، لفة على البيانات، نعم، لفة على كل البيانات. طيب هجيت للنيورال نتورك، بيقول لك انه انت بدل ما مرر الاكزامبل واروح اعمل ابديت للايرور، مرر الاكزامبل الثاني واروح اعمل ابديت للايرور، لا، بدنا نرتب الموضوع، بدنا نقسم هذا الكلام على دفعات، تمام. يبقى ال1 ايبوك هذه كلها الداتا ست، تمام. بدي ارجع للرسمه هاي، يبقى هذه كلها الداتا ست اللي هي الاكس والواي اللي انت شفتها. ايش راح قسمها؟ قسمها لمجموعه من الايتريشنز جوا الايبك نفسها، لمجموعه من الايتريشن. الايتريشن الواحده بياخذ كذا دفعه. ايش الدفعه؟ هيو ارجع هنا. الباتش هي انه احنا ما بنقدرش انه احنا نلف على الداتا ست كلها بالكامل، تمام؟ فبالتالي احنا بنروح بنقسم الداتا ست. انا عندي لدفعات، كم دفعه هنا مقسم الداتا ست تبعته؟ لا مش ثلاثة، هايو A1 A2 B1 B2 C1 C2 لغاية الـ I، تمام؟ فأكم دفعة أكم باتش هدول؟ 16 باتش، تمام؟ يبقى قسم الداتا ست كلها لـ 16 باتش. 16 باتش هدول أخذهم دفعة واحدة؟ لا، أخذهم على إيتريشن. في الإيتريشن الأولى أخذ A1 A2 B1 B2 C1 C2. الايتريشن هذه على كل ال 16 هذول؟ لا، في الفيرست ايتريشن مر على A1 A2 B1 B2 C1 C2 خلاص، تمام. لاحظ الايتريشن الثانيه كمل، مش انا خلصت عن C2؟ هيو هذول مخلصهم، بس على وين ركز؟ بدا في D1 D2 E1 E2 F1 F2، اخذ كمان 6،
يبقى في الفتريشن الأولى أخذ 6 دفعات، في الإتريشن الثانية أخذ 6 اللي وراه. تمام؟ طبعا التقسيم الدفعة إنه زي ما حكينا أنا بقدرش أديله البيانات كلها دفعة واحدة، فبديله إياها إنه على دفعة صغيرة. فمعنى ذلك إنه أنا على التقسيمة هذه على حسب المثال اللي إحنا حكيناه، إنه لنفترض إنه أنا الدفعة تبعتي إنه مكونة من 200 إكزامبل، تمام؟ فبالتالي بروح بديله 200 إكزامبل كدفعة واحدة بقدر يستوعبها. الإتريشن الثالثة هيو بعد الـ F2 هيو بدأ يكمل G1 G2 H1 H2 I1 I2 6 في 3 ب 18 باتش. تمام؟ فهمنا الآن إنه كيف قسم الموضوع على دفعات. نيجي الآن متى بيعمل أبديت للباراميتر؟ نرجع بنكرر إنه إكزامبل واحد ويعمل أبديت، هذه شغلة مرهقة جدا مش مجدية، إنه أنت كل ما تديني تقولي لا في إيرور عدل، تديني إكزامبل تاني تقولي لا في إيرور لا. بعد ما تمرر لي كذا إكزامبلز بروح بحسب الإيرور بشكل نهائي، تمام؟ وبعمل أبديت للباراميترز. يبقى هنا متى عمل أبديت للباراميتر؟ هيو بعد A1 و A2 بعد 2 باتشز عمل أبديت للباراميترز للويت. هيك بيكون أفضل إنه أوبتمايزيشن للكمبيوتيشنال كمبيوتيشن أو لل يعني للحسابات تبعتك، لعملية الحسابات تبعتك، إنه أنت تعملها دفعة واحدة أحسن ما إنه أنت تعملها على كل إكزامبل 1 باي 1. يرحمنا ويرحمكم. اوكي وضحت الامور اكثر الان. ضل هذا اللي هو difference between the gradient descent وال stochastic gradient descent انه ممكن نرجع له فيما بعد، لانه احنا لو بدي اشوف الاوبتمايزر انا عندي اكثر من اوبتمايزر، فخلينا انه نرجع له، خلينا نشوف بدنا نطبق هذا الكلام بشكل عملي.